ميسان، ببداية أخبارنا اليوم بالعناوين حكينا عن الصداع، حكينا عن القلق. موضوعنا اليوم صداع الرأس الشقيقة أو صداع النصفي. كتير من الأشخاص عم يعانوا من هذا الموضوع بعوارض شديدة جدا تجعل من المصابين بيفكروا كتير بالموضوع. أحيانا بيدوروا على مكان مظلم وهادئ للاسترخاء ليقدروا يرتاحوا شوي. تفيد المعطيات أن 17% من النساء و 6% من الرجال بيعانوا من نوبات الصداع النصفي أو ما يسمى بالشقيقة. بعض الحالات تظهر تحذير لصداع الرأس الشديد أو تكون مصحوبة بعلامات مثل ومض الضوء، تشوش أيضا بالرؤية. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر بصرنا نرحب بالدكتور تامر تامر، أخصائي بالأمراض العصبية. سعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. دكتور، دائما بيصير في لغط بين أنه عم يجاني رأسي، يمكن عندي شقيقة أو عندي صداع نصفي، أو يعني الفرق بيناتهم. بداية خلينا نعطي التعريف العلمي للشقيقة وشو فرقه عن الصداع العادي. الحقيقة الصداع النصفي هو نوع من أنواع الصداع، واضح من الاسم. الصداع النصفي هو ألم يصيب بالرأس بصفات معينة، وهون الموضوع اللي كتير لازم ندقق عليه، لأنه هو مثل ما أنه نوع من أنواع الصداع، إذن هو صداع ألم بالرأس بس له صفات معينة لحتى نسميه هو شقيقة، وهي الصفات هي صفات سريرية. أول شيء هو صداع نوبي، بيضل من 4 ل ممكن 3 أيام، من 4 ساعات ل 3 أيام. اثنين، بيصيب جهة واحدة من الرأس وبتكون متكرر، يعني في ناس تقول لك أنا عم يصيبني مرة يمين مرة يسار مرة بشكل قفوي، في شيء اسمه شقيقة قفوية. فبالتالي هو بيصيب جزء من أجزاء الرأس وقد يترافق مع تعمم لاحق، يعني في ناس تلاقي إصابة بجهة واحدة وبعدين صار بكل الرأس. يعني طبعا المنعكس الألم صار بكل الرأس أو هو صار هيك يأتي؟ صار الألم بكل الرأس. طبعا هذا لا ينفي أنه يكون شقيقة، بيكون مترافق مع أنواع تانية من الصداع، وهذا بنجي بعدين. هلأ ممكن يترافق مع أعراض تانية جهازية، يعني الغثيان، الإقياء، الخوف من الضياء، الحب، الانعزال والحاجة للهدوء والابتعاد عن الضجيج. هي كلها من الأعراض اللي بترافق الشقيقة. وبيهمنا نذكر انه عادة الصداع الشقيقة بيرافقه شيء بنسميه الأورا او النسمة. يعني المريض بحس حاله، هي الكلاسيكي، هي الصورة الأساسية للشقيقة، انه بيحس حاله رح تجينا نوبة. سواء بحس إحساس داخلي بيقول لك في عندي قبضة بالقلب، أو بحس في عنده ألوان بتجي على بعيونه، أو بحس بسمع صوت بأصوات غريبة. هي من الشغلات المحذرة أنه رح تجي الشقيقة. نعم. يعني دكتور، من خلال مقدمتنا يمكن النساء دائما مظلومين بكل شيء يا ميسان، حتى بالشقيقة يمكن أن نسبتهم أكبر شوي يعني من الرجال. هل هذا الشيء بيعود لأسباب هرمونية لنشأة الأنثى أو المرأة، أو ممكن مسببات تانية؟ يعني شو، ليش النساء كمان يعني مغضوب عليهم؟ كل شيء بيشعون أكثر. كل شيء بيشعون أكثر. لا، الحقيقة هي العلاقة بالأستروجين اللي هو هرمون خاص بالنساء. هلأ الأستروجين اتهم بنظريات عديدة إنه هو مستوياته العالية بالجسم تحرض الشقيقة. طبعا في عنا شغلة أهم من هيك، إنه في شيء اسمه الصداع الطمسي. طبعا هون في كتير اختلاف عليه وفي كتير اقاويل ونظريات عليه. هلا في ناس بتقول انه هو جزء من عسرة الطمس، وفي ناس بتقول هو جزء من الشقيقة، لانه كتير من مرضى الشقيقة الاناث بتلاقي بترافق الشقيقة معهم بتكرار، خاصة قبل الدورة الشهرية بيومين او اثناء الدورة الشهرية، وهذا له علاقة. طبعا اول من عشرات السنين نحن كنا نقول مرتبط بنسب الاستروجين. هلا جديد في نظرية بتقول انه هو هذا نوع من أنواع عسرة الطمس. تماماً. فهو بيتظاهر بشكل شقيق. هو عند بعض الإناث فعلاً بيجي بأوقات يعني الدورة الشهرية بيقولوا صار عندي شقيقة أو صار عندي صداع رأس، يعني بنشوفها شائعة كتير. طبعاً هو هون نحن هذا حديثاً صار يصنف بنوع من أنواع عسرة الطمس.
بتظاهر بشكل شقيقة وليس شقيقة بتزيد بنسب بفترة ما قبل الدورة. وبالحالتين هو العلاج واحد والتشخيص واحد طبعا. طيب خلينا شوي نحكي، ذكرت حضرتك بعض الأعراض، يعني أنه مثلا بيميل للعزلة، بيصير ما بيقدر يشوف ضوء، شو أسباب أنه ما بيقدر يشوف ضوء؟ يعني ليش بيصير عنده هي الحالة؟ ليش بيصير عنده ردة فعل هضمية مثلا اللي هي حالة الإقياء؟ طيب هلا هون لك بنجي للآلية الفيزيولوجية، ولو انه شوي معقدة قصة الآلية الفيزيولوجية بس رح احاول بسطها. شو يعني الآلية الفيزيولوجية؟ ببساطة هو الجواب على سؤال انه شو بيصير فيني وليش بيصير عندي هذا الوجع الراس. نحن كلياتنا بكلية الطب وحتى اللي من جيلنا من الأطباء للأجيال الحديثة درسوا أنه الشقيقة هي عبارة عن تقبض وتمدد الأوعية وبيصير في حواليها الدماغية، بتحسين المريض عم يقول لك والله راسي عم في مثل المطرقة عم تطرق فيه، وفي حواليها بيصير في التهاب وإفراز بروستاجلاندينات، لأنه هي فعليا الأعضاء المؤلمة بالرأس هي الأوعية الدماغية والأغشية الدماغية. الخلايا العصبية نفسها غير مؤلمة، لا تشعر بالألم، ما فيها نهايات عصبية تنقل الألم. هلا بآخر كم سنة، من 5 سنين وجاي، النظرية الأحدث عم بتقول إنه السبب هو في خلل بأنوية العصب مثلث التوائم، وأن الشقيقة هي جزء من ألم مثلث التوائم أو أحد أشكال آلام مثلث التوائم. هذا الخلل غير معروف السبب. قبل كنا نقول انه هاي الاعراض بسبب انه عم يصير هذا الخلل بالاوعيه بالتقبض والتمدد، عم تحرض انويه عصب الخامس او مثلث التوائم اللي بيعصب جهه معينه من الراس، وعم بتساوي لنا هاي الالام وعم بتساوي لنا هاي الاعراض. انويه مثلث التوائم موجوده بجزء الدماغ اللي هي قريبه من مراكز الغثيان والاقياء. والتنبيه العصبي بكل اشكاله سواء بسبب الاضاءه ولا الصوت بيزيد عوامل من هذا التحريض على هاي الأنوية. دكتور رح نرجع وناخد المعلومات القيمة منك، ولكن رح ننتقل للشارع واستفسارات بعض الناس حول هذا الموضوع، أكيد رصدته زميلتنا رزان سليمان. إذا صابني نوبة شقيقة، شو نوع الأدوية مثلاً بدي أخذها، العلاج، طريقة العلاج؟ يعني بحال إنه أجتني مثلاً بالليل فجأة، شو نوع مثلا الادويه وشو لازم مساوي؟ بس بسال الدكتور والله شو الفرق بين نوبه الشقيقه والصداع؟ دائما مريض الشقيقه لازم يرتاح وكذا، لما بنلاقي علاج لمرض الشقيقه شو يعني شو فرقه عن باقي الامراض العصبيه؟ دائما بس مسكنات، بس لازم ينام، لازم يرتاح، يبعد عن التوتر. هذا الشيء كثير صعب، يعني احنا ما في اي حدا ممكن يبعد عن التوتر، يعني اي شيء ممكن يتعرض للتوتر، وهالشيء دغري بياثر على مريض الشقيقه، فلازم يلتقى علاج، لازم يلتقى حل لهذا الموضوع، يعني مثل باقي الامراض العاديه لازم يكون. بالنسبه لمرض الشقيقه، انه صحيح انه المعلومه انه وقت حدا بيجي نوبه الشقيقه هو المفروض يقعد بعتمه وبكامل هدوء، بهدوء كامل، ولا بياخذ دواء اسعافي؟ وشو طريقه علاجه وقت تجي النوبه؟ المرض كل الناس بتعرفه بس ما حدا بيعرف شو اسبابه، ما حدا بيعرف كيف انا ممكن يكون عندي وقايه منه حتى ما تجيني النوبه. وثاني شيء اهم شيء بهذا الموضوع انه الانسان يعرف شو يعمل وقت يكون تجي هاي النوبة هاي الحالة، مشان يخفف نوع المرض، مشان يخفف الألم طبعا المرض، وكيف المرات الثانية إنه يتداركه. أول ما بتجي نوبة الشقيقة شو الإسعافات اللي بقدر أخذها بين ما أصل للطبيب؟ يعني شفنا دكتور أكثر الأسئلة بتتراود دائماً عن طرق العلاج، ويعني مثلاً في صبية عم تقول ليش ما في علاج، ليش هو دائماً بس مسكنات، فخلينا نعرف ليش ما في علاج. الحقيقة ما في علاج لأنه هو من طبيعة الإنسان، يعني نحن دائماً وخاصاً بالأمراض العصبية دائما بتلاقي جاي المريض عنا بالأمراض المزمنة وعم يقول إنه يعني معقول لهلأ ما لقيته علاج. نرجع للأساس، نحن قلنا أنه هو اضطراب بالخلايا العصبية تبع العصب مثلث التوائم، نحن ما فينا نبدل هذا الخلايا. اثنين، له علاقة بجسم الإنسان، بشفرات وراثية في الإنسان، فبالتالي طبعا ما له علاقة كوراثة مباشرة، يعني مو مثل لون العيون، إذا لون العيون زرق فلازم يطلع لون العيون، لا مو هيك القصة.
استعداد وراثي بنسميه، اللي عنده حدا من أهله عنده هاي المرض الشقيقة فهو نسبة إنه ينصاب أكثر من بقية الناس العادية. فبالتالي نحن ما فينا نغير هاي الأنوية وما فينا نغير من طبيعة عمله، فينا نحن نضبط الزي اللي عم يصير عليها، وممكن بحالات معينة إنه يصير شفاء وتختفي إن شاء الله. يعني دكتور كتير من العالم يمكن بتتمنى إنه ما بقى يجيها هاي النوبات. أطفال أحيانا بنشوف عندهم نوبات شقيقة يعني وعن جد بيعانوا منها. هل الأطفال هن الأكثر أذية أو بالأعراض أو الألم، أو هن ممكن مع تقدم العمر تخف إلى أن تتلاشى؟ هلا الشقيقة عند الطفولة هي لها ميزات خاصة الصراحة. هلا طبعا ما هي الأخطر؟ أكيد هن النسبة الأقل للإصابة، معظم الإصابة بتجي بعد البلوغ، بس في بعض الحالات عند الأطفال بتظهر، ممكن تترافق مع بحالات شديدة مع إصابات، مثلا تلاقي الولد صار في ضعف بإيده برجله أو ضعف بالنظر، بس ولكن هذه شغلات مؤقتة بتتراجع. هلأ الخبر المنيح أنه عادة الشقيقة الطفولة بتتراجع عند البلوغ والتقدم بالعمر وبتختفي بشكل غير معروف. من المشاكل الشقيقة أنه الآلية الحقيقية أو سبب حدوث الاضطرابات اللي حكينا عنها غير معروف، اتهمت كتير نظريات، مشان هيك طرق إيجاد علاج شافي. يعني أنا فهمت السؤال أنه نحن شو هي حبة الدواء اللي أخذها في تاني يوم أو بعد أسبوع أنا ما عندي شيء اسمه شقيقة وما عاد يجيني هاي النوبات. طالما لسه ما وصل الطب لموضوع الخلل الحقيقي اللي صاير ولماذا صار عند سين من الناس ولم يحدث عند عين من الناس، فصعب انه نغير هاي الاليه الموجوده. طيب بالنسبه للمسكنات، دائما بيخاف مريض الشقيقه، بيصير بيقول انه معقول صير انا مدمن على هاي المسكنات؟ تعرف هاي الاسئله اللي دائما الاشخاص بيسالوها، شو هي اهم المسكنات اللي لازم ياخذوها في حال اجتهم نوبه شقيقه وهي بتجي فجاه، يعني ما بيصير الا تدريج ابدا، وفي مسكنات لها يعني افاده اكثر من غيرها؟ هلا الحقيقة هون لازم ننبه على شغلة، إنه نحن ممنوع نصير مدمنين مسكنات، لأنه رح نخلص من صداع الشقيقة رح ندخل بصداع اسمه صداع المسكنات. فالمسكن يستخدم فقط في حالات معينة وبإشراف الطبيب. علاج الشقيقة لا يكون بالمسكنات، علاج النوبة يكون بالمسكنات. علاج النوبة نعم. أما علاج الشقيقة فنحن بنحاول نعطي علاج وقائي. العلاج الوقائي هو إنه يخفف من حدة النوبة، من شدة الألم اللي بيجينا، ويباعد بين الفترات. يعني إذا بتجيني مرة كل شهر بتكون مقبولة أكثر من مرة كل أسبوع أو عدة مرات بالأسبوع. فبالتالي نحن هذا العلاج الأساسي اللي بنتبعه، والمسكنات عند الألم فقط وعند الألم الشديد، يعني بعد ما ندخل بالنوبة. قبل ما ندخل بالنوبة في أدوية نحن بنسميها بشكل شائع وغير علمي هو مثبطات النوبة، مثل مشتقات الأرجوتامين، مثبطات استقبال السيروتونين، مشان نخفف نعاكس الآلية المتهمة بحدوث النوبة، بلكي بتكون النوبة مجهضة أو بتيجي بشكل أخف. أما المسكن فهو بعد ما يصير تجي النوبة ويبدأ النوبة. يعني إذا تحس بالألم هون بهي اللحظات بيقدر أنه هو يأخذ طبعاً مسكنات. وهون أنا بدي في مسكنات بتتاخد ومسكنات لا في حالة الشقيقة، أو كل أنواع المسكنات تؤخذ؟ هلا الحقيقة هون بدي نبه على شغلة أهم. في كتير ناس أنه أنا بتجي نوبة بتشعر بألم هائل، من الخوف بالنوبة الثانية بتاخذ مسكنات زيادة على اللزوم عشان ما تجي النوبة. يعني بيقول لك لا خليني أخذ حبتين، ما بدي ارجع احس بهداك الشعور، والحبتين بعدين بيصيروا أربعة، والأربعة بيصيروا ستة وثمانية وهكذا. هون دي نبه على قصة اقل جرعة مسكنات بنستفيد عليها خلينا عليها، مشان نضل على عتبة معينة من الألم او عتبة معينة من الدواء ممكن استفيد منها بحالات الألم. اثنين، نحن المسكنات المستخدمة هي كل أنواع المسكنات، تبدأ من السيتامول حتى المضادات الالتهاب الاسترويدية، الديكلون ومشتقاته، ممكن تستخدم أثناء النوبة. وتختلف الحقيقة هي الإجابة من شخص لشخص حسب جسم المريض وحسب شو ممكن يتحسس من أدوية، شو ممكن أدوية تعمل له أضرار. مريض الضغط ما معقول نعطيه ديكلون، مريض اللي عنده أمراض بالكلية، أمراض قرحة معدية ما ممكن نحن نعطيه مشتقات المضادات الالتهاب الاسترويدية.
بالحاله المرضيه يعني طبعًا. دكتور هو الشعور هلا رح نحكي عن حقن البوتوكس لتخفيف من اعراض الشقيقه، يعني مع تطور الطب والعلم البوتوكس هو بس معنه بس هو بالمنحى التجميلي وايضا صار بالمنحى العلاجي، هل هو يعني نتائجه منيحه يخفف؟ هلا الحقيقه يعني حتى موضوع حقن البوتوكس طبعا اخذ الاف دي اي ابروف بالجمعيه الامريكيه لعلاج الشقيقه، بس هو علاج يجرى علاج تجريبي، يعني اهم شيء نحن المرضى اللي بيراجعونا نفهموا انه هذا الموضوع لساته في مرحله الاختبار والتجريب، وهو نسب الفائده منه بنرجع بنحكيها هي تتفاوت حسب الحاله وحسب المريض، حسب المريض نفسه، وبده خطه كامله، يعني مو موضوع انه بدي روح اعمل جلسه بوتوكس عن طبيب تجميل وطيب من الشقيقه لا ما هيك، في له شروط، هو عباره عن 8 جلسات بين 6 ل 8 جلسات، والحقن لا يتضمن فقط الوجه مثل ما الناس بتتخيل، لا في عضلات الرقبه وعضلات الصدغيه لازم تنحقن، وبعدها في نسب تحسن بين 60 ل 70%، مو 100%، يعني 60 ل 70% من الناس بتستفيد، في 30% من الناس ممكن ما تستفيد ابدا على هذا الحقن لاسباب ثانيه، قد يكون في انواع ثانيه من الصداع، في محرضات ثانيه للصداع، في امراض عضويه، في بنيه نفسيه عند المريض او المريضه. ولكن شو هي اليه حقن البوتوكس؟ يعني ليش تستخدم؟ يعني واين تحقن؟ يعني هلا الحقيقه لا. البوتوكس يستخدم تعرفي مثل ما هو بيشل العضلات، يعني بكل عضلات الرقبة والهي بيستخدم، والوجه بنقاط معينة طبعاً، وهي اللي إلها علاقة بالشد اللي بيحس فيه المريض بالعضلة اللي نحن بنسميها عضلة الفروة. نحن هاي الشد اللي بيصير بحالات التشنج الشديدة ممكن يساوي تريجر بوينت أو تحريض للنوبة بآلية معاكسة، يعني الشقيقة بتساوي شد على العضلات، والعضلات بعد ما تتشنج وتصير تشنج مزمن بتحرض نواب الشقيقة. نحن بحال إرخاءه طبعا مثل ما قلت بلش من عضلات الرقبة والكتفين للعضلات بالوجه، هون ممكن نحن مثل ما بقولوا نعمل بريفنشن أو وقاية من أنه تتكرر نواب الشقيقة أو منخفف من حدتها. يعني بنتشكرك كثير دكتور لهالمعلومات، يعني من اصعب نوبات الصداع فعلا الراس هي الشقيقه، نتمنى للكل الصحه والسلامه، وان شاء الله هذا الحاله المرضيه بيلتقى لها علاج في يوم من الايام مع تطور الطب. شكرا كثير لك دكتور. شكرا لك دكتور تامر على المعلومات القيمه.